متابعة لسيرورة إنجاز المشاريع التنموية والمهيكلة بعاصمة البلاد، أشرف والي ولاية الجزائر على زيارة ميدانية قادته إلى القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، حيث استمع الوالي إلى شروحات وعروض مفصلة قدمها القائمون على المشروع، حيث أكدوا أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 99%. هذا وأسدى الوالي تعليمات بتنظيف المحيط والعناية بالمساحات المجاورة للقطب الجامعي والتهيئة الخارجية، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة قبل استلام المشروع. ويتضمن القطب الجامعي 20,000 مقعد بيداغوجي تنقسم إلى 5 كليات كاملة، بالإضافة إلى 5 ملحقات تتمثل في عمادة القطب: المكتبة الرئيسية، قاعة المحاضرات الرئيسية والمخابر العلمية، وكذا القرية الجامعية التي تتسع ل1500 مقعد والتي تحتوي على محلات ومطاعم وقاعات للترفيه. كما يتضمن هذا القطب الجامعي 6 إقامات جامعية كاملة بسعة 11,000 سرير.